صباح الخير البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي ندير لكم اللحم باللفت والحمص. دونك غادي نحتاجو بيان سور اللحم، الحمص، اللفت، الكول فيولي، هذاك المكور اللي عنده الكول فيولي، ربعة ثلاثة ديال الدريسات الثومة بوغ هاد الكمية ديال اللحم، البصلة مشلدة، القزبر والمعدنوس ربطة، وهاد شوية د المعدنوس غنخليه حتى للخر حتى تيطيب و تنقطعو و تنرميه على وجهو. التوابل بيان سيغ الملح و سكنجبير و البزار و الخرقوم و الزعفران. الزيوت كاين الزيت الرومية، فيها غنقلي البصلة دابا ومن بعد غادي نزيد الزيت البلدية. دونك غنقلي البصلة، غادي تقولوا لي علاش ما تنرميش البصلة معاها مع اللحم في الاول، انا تنرميها تدبر شوية باش ما تجيش باينه في لاصوص هكاك صحيحه. دابا غادي ندير هذا الثومه، شحال شويه البصله، غادي ندير واحد القطيه ديال الماء باش ما تحمرليش البصله، طبعا الماء سخون. الملحة فوالا و نبدا نقصو المعدنوس و البزار و سكنجبير و الخرقوم. دابا غادي ندور داك اللحم بحال هنا باش يشرب التوابل، طبعا دايما تندير المقادير اللي تندير كلهم ديال جوج الناس. خلي الحينة شوية تقلى، هادشي من هنا، ها هو دا اللفت، هذا ملي يكون تيطيب اللحم غادي نفسخو، غادي ندير شويه زيت البلدية دابا، وغادي ندير شويه ديال الزعفران. غادي نمرق الحدود اللي تربط عليه فيها اللحم، سيتو ما تكونش كثر، نحط داكشي في الجناب. كاع كوكوطات ديالي طارت ليهم يد، دابا كلشي ساد، خلينا غير لاليمونتيغ باش نمشي نشري الدين كاينش. دونك غادي نسد عليه، نزيد شويه لو فو باش يغلى، مي يغلى غادي نقص. باش نسهل عليا التنقيه ديال الحمص تنبقى نفسخو وحده بوحده هكا، ولا تنديرو اما تفسخو وحده بوحده، دابا ما كاينش بزاف، ولا تنحكو شويه هنايا في هذا الطبق ديال الثوم، تنحكو هكا شويه حتى
تتسهل عليا باش نحيد القشره ديالو او تتحيد بعض المرات بوحدها، غير هي فو فيغ دوسمون باش ما يتهرش. تتحيد دغيا دغيا ملي تتحك شويه. بحال بوغ الحريره واخا تحكوه بزاف، لان ما عليهش واخا يجيو داك الطريفات، حيت الحريرات يكون فيها الطريفات ديال سوا ديال الشعريه سوا ديال الروز. ملي تيبان هذاك الطريفات الصغيورين ما تيعرفوهمش ديال واش حمص ولا. غنحيد هاد بعدا هاد القشور هما الاولين. دابا غادي نجمع هذوك الحمامسات اللي تفركوا هما الاولين، باش الا جيت نحك الاخرين ما يكونوش هادو ديجا مفركين وتعاود ثاني تكرازاو. ونبقى هكا حتى نكمل. البنات بغيت نقول لكم على الحمص، منين تضربوه هكا تحكوه في منين تحكوه في الطبق ديال الدوم، اللي بغى يهزو يديرو في وعاء ديال وعاء نيمبورت لوكال بلاستيك ولا كاسرول ولا اللي كان، وملي كتحطوه هاد القشور تيطلعوا في الفوق الماء وتتحيدوهم. مي ما خصكمش تخليو الحمص بزاف في الماء باش ما يزيد شهره. ها اللحم طاب البنات، ولات اللحم طاب. دابا غادي ندير نقدو شويه باش يكمل. غادي نحيد ضربت هذا القزبون عندناش لانها كبيره. وغادي ندير اللفت ما غاديش نخلطهم، غادي ندير اللفت في جهه والحمص في الجهه الاخرى. دوت فاصون لو غو ديالهم راه غادي يتخلط في لاصوص، ولكن باش في الحطه يجيني ساهل. دونك دابا غادي نخفف عليه العافيه ونخليه يطيب على المهل. بون غادي نحيد هاد العروشه لان غايجيو باينين غلاض. غندير غير الوريقات. Choupette, tais-toi. Tu veux venir? Viens. Sinon, tu vas voir le prix. Ah, je le brise ici. Tu veux quoi? Tu veux du pâté? Oui, attends, j'arrive. Je termine. Oui, ma chérie, attends. C'est coûte très très fin. كاع ما كنشريو الماكينات وكنخشيوهم في الماريويات. كيجينا العكس نجبدوهم على شي حاجه قليله. و
ها هو غادي نديرو دابا باش ينزل ما يبقاش هكاك باين. وغادي نخليه يطيب على معدودات. ها هو الطاجين ديالنا وجد. دونك خاص ما خاصوش يطيب حتى يولي هاري باش من نجيو نهزو اللفت ما يتفرتتش. حتى هذا كان فيه عدم هو يتحيد. دونك غادي ندير عندي جوج ديال لي زوبسيون. سوا غادي ندير اللفت من الفوق وندير محمص في الجناب، سوا غندير لانفيرس. جو كرو كو جوي فير لانفيرس لان محمص تيمشي دو توت فاسون تيطيح ليا القدام في الفوق. راني ما خليتوش يوقف بزاف لي دام، بغيت نخلي فيه مريقه على ود البرد. كيبغي البرد كيبغي تغماس مريقه تجي ثقيله شويه على ود داك المعدنوس اللي زدت فيها. هذاك الشيء علاش جات ثقيله شويه المريقه. هذا هو الطويجين ديالنا، كنتمنى يعجبكم وينال وينال بزاف 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 ديال لي لايك. البنات غير تلاحظ كتكون ما كيكونوش قد لي لايك قد لي فيو. نوبلي با جو سي كسي تنوبلي انا تتوقع لي، ما تنساوش ديروا لي لي لايك سيل فو بلي اي دو بارطاجي اوسي مي فيديو افيك فو بروش بور افوار بلوس دو فيو. جو فو ريميرسي بوكو. كون نهاركم مبروك. كنت باغا نوريكم كنت باغا نوريكم لي فروماج. وي البنات من نهار اللي صوبت الفرماج ما وريته لكمش النتيجه النهائيه، بغيت نوريه لكم دابا. راني ما عجنتش هذه يومين لانني كنت مريضه شويه، كنضربني البرد دونك ما عجنتش. عاد غادي نعجن قبانينا بهذا بالخبز ديال برا، ولكن اول ما جا خشيته في الفران كله حتى دازت في درجه حراره عاليه. عاد درتو في الثلاجه لان خفت من هذاك الامراض. هذا ديال اللي قلنا ديال لي تارتين بور لي زونفون بور لو غوتي. شوفوا كي تتبقى الحفره تجمع ما بقاش سائل. ها هو هو هذا. دونك هذا اللي قلنا بور لي تارتين بور لي زونفون بور لو غوتي بور لو ماتان. هذا ها هو تا هو اللي تبقى فيه الحفره. ها هي هذا لو بورسان. شفتوا هذوك لا سيبوليت اللي فوسط منه صافي طاعت ما بقاتش واقفه بزاف، اللي فيها ريحه الثومه مزيان. هذا تيجي غزال. نمسح هذا الموز من لا سيبوليت. وهذا ناتور اللي بقى ما درت فيه والو. ها هو هذا تيجي تيتفرتت. هذا يجي في لي بغيك. هذا تيدار مع لي زيبينار في الورقه بحال البسطيله، تتلويهم اما سيجار اما على شكل بريوات، تيجيو زوينين معاهم. هذا العادي. درنا ثلاثه اشكال هما هادو. هذه كنتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله باذن الله. بالسلامه عليكم.